السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم فيديو جديد من قناة ماما والسكولة. فيديو النهاردة هنكمل لسون 4 و 5 و 6 في كونكت بلس كي جي 2. ده طبعا كتاب المعاصر. عندي هنا هنشوف الفوكابلوري. الفوكابلوري يعني المصطلحات اللي موجودة عندي. ايه هي الفوكاب اللي موجودة عندي؟ اول حاجة هنتكلم عن حاجتين: ترانسبورت جوبس اللي هي المهن او الوظائف اللي ليها علاقه بوسائل المواصلات. دلوقتي انا مثلا لما بركب الطياره، يا ترى مين اللي بيسوق بيا؟ مين اللي بيسوق الطياره؟ ها، البايلوت. بايلوت بايلوت، ما اقولش بايلوت، لا، ب ب بايلوت. بي بايلوت، الطيار اسمه بايلوت. قائد. لما بركب السفينه، السفينه الكبيره اللي بركبها وبتمشي بيا في البحر، يا ترى الاول الطياره طبعا الطياره بتطير فين؟ ها، في الجو، في السماء، بشوفها في السماء. طيب السفينه بشوفها فين؟ بتمشي فين؟ في البحر، in the sea. السفينه. طيب مين اللي بيسوق السفينه؟ كابتن. 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 ايوه، مش كابتن، لا، كاب ب ب. لازم البي لازم اطلع هوا من بقي وانا بقولها. كابتن. 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 طيب هنا لما بركب تاكسي بيبقى عندي الراجل اللي بيسوق التاكسي او السواق بتاع التاكسي اسمه ايه؟ تاكسي درايفر. تاكسي درايفر. تاكسي درايفر. طيب لما بركب الباص الكبير بقى السواق بتاع، ودي بتمشي على الطريق على الارض، صح؟ طيب سواق الاتوبيس اسمه باص درايفر. درايفر. باص درايفر. باص درايفر يعني سواق الاتوبيس. بي بصوا طيب هنا لما بركب مترو الانفاق. مترو الانفاق ده قطر بيمشي تحت الارض، بنقول عليه مترو الانفاق. ده الراجل السواق بتاعه اسمه مترو درايفر. مترو درايفر. يبقى كلمه درايفر يعني سواق. درايفر يعني سواق. هضيف عليها كلمه ايه؟ لو انا راكب تاكسي يبقى اقول تاكسي درايفر. لو انا راكب باص هقول باص درايفر، يبقى سواق الباص. لو انا راكب مترو هقول مترو درايفر. طب لو انا راكب قطر، القطر اللي بيمشي على القضبان الحديديه اسمه ترين. 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 ترين درايفر. ترين درايفر. ترين درايفر. يبقى انا عرفت ان كلمه درايفر يعني سواق، بتيجي مع معظم الوظائف بتاعت الناس اللي بتسوق، زي التاكسي او الباص او المترو او القطر. طيب ده ممكن ناخده في يعني في وقت الاطفال يحفظوه، وبعد كده هناخد وسائل النقل اللي هي means of transport and places والاماكن بتاعتها. طيب عندي اول حاجه هنا، عرفنا ان في راجل بيسوق السفينه اسمه كابتن. طب السفينه بقى اسمها ايه؟ شيب. 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 عندي الطياره بلين. 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 القطر ترين. 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 المطار بقى، المكان اللي بتبقى الطيارات واقفه فيه اسمه ايربورت. 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 طيب القارب بقى، القارب ده اصغر من السفينه. السفينه دي كبيره جدا، بيبقى فيها ناس وفيها بضايع وفيها عربيات وفيها حاجات كتيره جدا، وبتبقى حجمها كبير. القارب الصغنن ده اسمه بوت. 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 طيب بعد كده بيقول لي هنا الفيربس. الفيربس دي اللي بستخدمها بتعبر عن الحاجه اللي بتحصل، زي مثلا لما اقول انا نايم. نايم ده الفعل اللي بيحصل، ان انا نايم. طيب انا ماشي في البحر، فانا الشخص دوت بيبحر. يبحر يعني ايه؟ سيل. 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 الطائر بيعمل ايه؟ فلاي. بيطير. فلاي. فلاي. طيب السواق بقى بتاع التاكسي او الباص او المترو او الترين بيعملوا ايه؟ بيعملوا درايف. 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 ورك بيعمل ورك. طب انا عايزه اخلي بالي من حاجه كده. لو انا لاحظت كلمه درايف
لما حطت لها ار بقت درايفر سائق. يبقى انا الفيرب ممكن احط له اي ار او ار ويبقى كده الشغلانه بتاعت الشخص. لما مثلا كلمه درايف واقفه لحد هنا، لما حطيت لها درايفر بقى سائق، يبقى درايف يسوق، درايفر سائق. بيك يعني يخبز، الشخص اللي بيخبز العيش وبيخبز الفيل وبيخبز حاجه، ده الفيرب بيك. طب انا عايزه اقول خباز، هضيف لها ار عشان هي اخرها ايه؟ عشان هي اخرها اي. يبقى انا الفيرب لو حطيت له اي ار او حطيت له ار هيتحول للمهنه، للشغلانه بتاعت الحاجه دي. خلاص، لازم دي معلومه مهمه قوي الطفل لازم يبقى عارفها. طيب عندي هنا لانجوج بتاعتي. لما هاجي اتكلم عن المهن، كل واحد بقى يتكلم عن نفسه. احنا اخدنا قبل كده في الانترودكشن او انترودوس يور سيلف، عرفت ان انا بعمل ايه. الطفل بيتكلم عن نفسه، بيقول اي ام، ويقول اسمه اي ام، ويقول عمره 7 years old مثلا، اي ام ستودنت. طيب هو هنا الشخص ده كابتن او قبطان، فلما يتكلم عن نفسه هيقول اسمه، هيقول عمره مثلا، ويقول اي ام ا كابتن، اي سيل ا شيب، انا قبطان وانا بأبحر او انا بسوق السفينه. اي ام ا مترو درايفر، السواق بتاع المترو بقى هيقول يعرفنا عن نفسه ازاي، او لما يعمل انترودكشن او انتروديوس هيم سيلف هيعمل ايه. اي ام ا مترو درايفر، اي درايف ا ترين. طيب سواق التاكسي هيقول ايه؟ اي ام ا تاكسي درايفر، اي درايف ماي تاكسي ثرو تاون، بسوقها في المدينه، جوه المدينه. طيب ازاي بقى الناس talking about how people travel to work. I am a tailor. I work in a bank. I go to the bank by metro. كل واحد هيتكلم عن نفسه. طب انا student، هقول ايه عن نفسي؟ هتكلم واقول ايه؟ I am a student. I go to school by، كل واحد بقى يقول by taxi، by bus، by car، اي حاجة هو بيركبها او بيروح بيها الباص. دي من ضمن الانترودكشن اللي الطفل المفروض يبقى عارفها عن نفسه. I am a student. I go to school by bus. I go to school by car. I go to school by taxi. طيب هنا الاكتيفيتي بتاعتي بيقول لي النقط اللي هو البايلوت فلايز ايه؟ ها؟ البايلوت بيسوق ايه يا ترى من دول؟ بيسوق البلين. يبقى هوصل، هعمل ماتش للبلين للبايلوت. طيب الكابتن سيلز ايه؟ الكابتن بيسوق ايه يا ترى؟ بيبحر بالايه؟ سيلز بيبحر بايه؟ ها؟ بالترين؟ لا طبعا. ترين لا. بالباص؟ لا طبعا. ها؟ شيب. يبقى الكابتن بيسوق ايه او سيل شيب. طب هنا عندي تاكسي درايفرز نقط، ده سواق ايه؟ سايق ايه؟ تاكسي، عربية صغننة اهي، تاكسي. هيسوق ايه؟ هيسوق التاكسي. تاكسي. يبقى هوصل التاكسي درايفر بالتاكسي. طيب هنا ترين، ترين. يا ترى ال ترين درايفرز ايه؟ ها؟ فاضل عندي ترين، يبقى ترين درايفرز، ها؟ اترين. طيب ا ديت تقريبا باص. باص درايفز ايه؟ ها؟ الباص درايف، ها؟ باص درايفر. ده باص درايفر درايفز ايه؟ بيسوق ايه؟ يبقى الباص درايفرز درايفز باص. طيب بعد كده هنيجي هنا، ده الطفل كل واحد بيعرف اصحابه على عيلته، فكل واحد هيقول ايه؟ هيتكلم عن باباه او مامته ازاي. هنا هيقول this is my، يا ترى ف ف father or ما ما mother. دي mother. 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 دي mommy. تبقى this is my mother. she is teacher or tailor. هي شغالة فين؟ معها أطفال همت وكتب والبورد، يبقى دي أكيد teacher مش tailor. she works in a bank or school. التيتشر بتشتغل فين؟ school. in the school. طيب هنا تاني واحد، هنا he is my، he is a my father ولا my mother؟ father.
father عشان he is. طيب he is a pilot or captain. هو سيد سفينة هو. Captain. Captain. سي ship. يبقى he is a captain. Captain. He sails a plane or a ship. الكابتن بيسوق البلين الطيارة ولا الشيب السفينة؟ السفينة. يبقى ship. 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 طيب. بعد كده عندي هنا this is my sister ولا brother. Brother. هو ولد فأكيد هيبقى brother. He is a teacher or pilot. هو teacher ولا pilot. Pilot. He works in a or an fire station ولا airport. Airport. يبقى البايلوت بيشتغل فين؟ الورك بتاعه in the airport. خلاص. طيب هنا دي طبعا كتابة الطفل هيكتب. هو على فكرة في الغالب يعني كي جي 2 بنحفظهم قرر ما بنحفظهمش بالكتابة مش بيبقى بالسبيلنج يعني. طيب هنا هنختار وهنعمل سيركل. Mother. يا ترى الصورة دي. برافو. الصورة دي هعمل عليها سيركل. Pilot. Excellent. ده البايلوت. ها. Bus driver. برافو. طيب هنا ده بيشتغل تيلر ولا تيتشر؟ تيلر. ليه؟ عشان هو قاعد اهوت قدام الكمبيوتر وماسك فلوس بيعدها فهو تيلر شغال في البنك. طيب ده باص ولا ترين؟ ترين. هنا بيقول لي read and match A with B. هنقرأ وهنوصل من A للB. My father is a tailor. She work in a school. My father. هتبقى هي ولا she؟ هي. هتبقى هي. هتبقى باي تاكسي ولا he works in a bank. He works a bank. دي انسب اجابه. فانا هعمل ايه؟ هختار هوصل 1 بسي. I go to work. انا بروح للشغل. طالما I go to work يبقى هيبقى بعديها باي وسيله المواصلات اللي انا بروح بيها. باي تاكسي. هتبقى ايه؟ باي تاكسي. My mother is a teacher. My mother is a teacher. برافو. اول الجمله she works in a school. ماما مدرسة هي بتشتغل في المدرسة. يبقى إذ أفايلوت ملهاش حاجة عندي. طيب بعد كده هنا read and match captain. فين الكابتن يا ترى؟ كابتن. برافو. كابتن اللي بيسوق الشيب. sails the ship. مترو درايفر. فين المترو درايفر؟ مترو درايفر. برافو. هوصلها بدي. الايربورت. فين الايربورت؟ مطار برافو. طيب هنا look and the circle true or false. هنحط دايرة على true or yes false. Or no. هنا sail. ده بيعمل sail؟ no. لا بيعمل sail لانه كابتن. الكابتن sails the ship. يبقى الكابتن sails ايه؟ the ship. يبقى هنا true. plane. دي plane. ايوه طبعا. yes. هعمل circle على true. pilot. ده pilot اللي سايق المترو. no. يبقى No. هنا هنعيد ترتيب الكلمات. هنا بيقول لي read and circle. I fly a plane. يا ترى انهي واحدة بدول fly a plane؟ دي ولا دي؟ ها؟ plan. دي. خلاص يبقى دي. دي الاجابة الصح. هعمل عليها circle. Okay. I work in a hospital. انا شغال في الهوسبيتال. يا ترى مين ده؟ الهوسبيتال. يبقى الدكتور. دكتور هو اللي بيشتغل في الهوسبيتال. طيب هنا بيقول لي I drive a train. مين اللي بيسوق ترين؟ ترين. يبقى هعمل سيركل على ترين هنا. طيب هنا look read and circle. بيقول لي هنا I work in a bank or hospital. دي ايه؟ hospital. مستشفى. فهعمل سيركل على الهوسبيتال اللي هنا. طيب I work in ايه؟ a bank or police station. bank. هعمل سيركل على bank. هنا I drive a car or a train. train. the captain sails. الكابتن sails school ولا ship. ship.
كده احنا خلصنا الليسنز 4 و 5 و 6 في اليونت الاول في كي جي 2 المنهج الترم الثاني. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونوش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو بتشوفوني لاول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.